مجهولون يهاجمون مقرا لمخابرات نظام الأسد بريف درعا، والنظام ينفذ سلسلة مداهمات في بلدة المسافرة. مشرعون أمريكيون يقترحون تعديلا على قانون قيصر من شأنه أن يهدد صفقة الطاقة اللبنانية. الشرطة تفض بالقوة اعتصاما للمعلمين في مدينة الباب، ومراسل حلب اليوم إلى جانب إعلاميين آخرين يتعرضون لتهجم لفظي وتهديد بالضرب خلال تغطيتهم الاعتصام. أهلا بكم إلى نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. تعرض حاجز تابع للمخابرات الجوية لدى نظام الأسد في بلدة المسافرة بريف درعا الشرقي لهجوم مسلح من قبل مجهولين. وقال مراسل حلب اليوم في درعا إن الهجوم جرى عقب مداهمة مجموعة تابعة لفرع المخابرات الجوية منزل إبراهيم الزعبي واعتقال الشابين بشار الأسعد ومحمد الزعبي. وتعرض شاب ثالث لإطلاق رصاص من جانبها. تحدثت إذاعة شام اف ام الموالية عن وصول وفد عسكري روسي إلى محافظة درعا للقاء مسؤولين حكوميين وبحث التصعيد الأخير وتزايد الهجمات ضد قوات النظام. وينضم إلينا السيد أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران، معنا من عمان. مرحبا بك سيد أيمن. إلى ماذا يشير هذا التصعيد المتكرر من قبل قوات النظام؟ نعم، حياكم الله، تحية لكم والسادة المشاهدين لقناة حلب. بالحقيقة اليوم صباحا دورية تتبع لجهاز المخابرات الجوية التابع للنظام والمدعومة من قبل إيران داهمت إحدى المنازل في شمال بلدة المسافرة شرق درعا، وقامت باعتقال شابين، واشتبكت أيضا مع عناصر في هذا المنزل، وقامت أيضا فيما بعد بإحراق المنزل عن طريق استهدافه بالمضادات الأرضية وقذائف الـ RPG. هذه التطورات يعني التي حدثت فجر اليوم تبعها ردة فعل من قبل شبان في بلدة المسافرة الذين بدورهم هاجموا حاجزا للمخابرات الجوية، الحاجز الرباعي في بلدة المسافرة، وقتلوا عنصرا لقوات النظام وأصابوا عدد من عناصر هذا الحاجز. هذه التوترات التي تحدث حقيقة في محافظة درعا بعد شن قوات النظام عمليات مداهمة يتبعها ردات فعل من أبناء المنطقة الغاضبين والذين يرفضون هذه الانتهاكات التي المتكررة التي تقوم بها الميليشيات المدعومة من قبل إيران في هذه المنطقة، ولذلك تحدث التوترات في محافظة درعا وتتصاعد وتتوتر الأحداث من جديد في المحافظة، ثم تدخل يعني اللجان وبعض الوجهاء لحل هذه التوترات التي تحدث بين الحين والآخر. سيد أيمن، ما هي صفة الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات النظام في بلدة المسافرة اليوم؟ نعم، يعني حقيقة هؤلاء الشبان من أبناء بلدة المسافرة لا يتبعون لأي جهة عسكرية، هم أشخاص أجروا التسويات ولم ينضوا يعني ضمن أي جهة عسكرية عقب اتفاق التسوية في تموز 2018. يعني قوات النظام بشكل مستمر تشن هذه الهجمات لاستفزاز الأهالي، لتهجير ما يمكن تهجيره، وهذا ما يعني تسعى إليه إيران حقيقة في محافظة درعا، تهجير ما يمكن تهجيره من الشبان واعتقال الآخرين عن طريق الملاحقات الأمنية التي تشن إلى يعني باتجاه الشبان في محافظة درعا، يعني إن صح التعبير تطفيشهم خارج البلاد، وبالتالي تحاول إيران أن تمسك بزمام الأمور في محافظة درعا وتسيطر عليها بشكل كامل. هذه التوترات التي تحدث بين الحين والآخر، إما عن طريق عمليات الاغتيال للمعارضين أو عن طريق تهجيرهم يعني أو اعتقالهم إن تمكن، يعني كما حدث اليوم إن تمكنت الدوريات التابعة للنظام باعتقال الشبان. طيب، يعني قبل قليل كان هناك خبر عاجل عن اغتيال أحد القياديين العسكريين في درعا، برأيك من الذي يقف وراء حوادث الاغتيالات المستمرة في المحافظة منذ عام 2018 والتي تستهدف غالبا يعني عناصر من الفصائل المعارضة؟ عناصر سابقين طبعا. بالضبط، هذا الشخص الذي تم اغتياله قبل قليل قيادي سابق في فصائل المعارضة، هذا الشخص هو طارق عسكر في مدينة طفس، تم اغتياله عقب التسوية، لم ينخرط ضمن أي جهة عسكرية،
ولم ينخرط في صفوف قوات النظام، ولذلك يعني الاتهام يوجه بشكل مباشر للميليشيات المحلية المدعومة من قبل إيران، هي التي تقوم باستهداف الأشخاص الذين رفضوا الانصياع والانضمام إلى إن كان قوات النظام أو إلى ميليشيات إيران في المحافظة، ولذلك يتم استهداف هذه الشخصيات إن كانوا قياديين أو عناصر سابقين بفصائل المعارضة. كما أشرت لكم منذ 4 سنوات هناك المئات من هؤلاء العناصر والقيادين الذين رفضوا الانضمام لقوات النظام، تم اغتيالهم من قبل قوات النظام، وخلايا أمنية تم تشكيلها وتدعم أيضا بالمال والسلاح والبطاقات الأمنية من قبل النظام وإيران وميليشيات حزب الله اللبناني. أشكرك جزيل الشكر السيد أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران، كنت معنا من عمان. وفي شمال سوريا تعرضت عدة مناطق بريف إدلب واللاذقية اليوم لقصف مدفعي وصاروخي مصدره مواقع سيطرة النظام، قصف اقتصرت أضراره على الماديات. المزيد مع مراسل حلب اليوم جمعة الأحمد. استهدفت الطائرات الحربية الروسية بعدة غارات جوية سلسلة جبال الكبينة الواقعة بريف اللاذقية الشمالي، كما تزامن مع قصف من قبل قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أيضا على بعض من محاور تلال الكبينة، كما امتد قصف قوات النظام إلى قرية غاني الواقع بريف جسر الشغور الغربي، كما أيضا امتد قصف قوات النظام إلى منطقتي العالية وحلوز. في الحقيقة لم نستطع الاقتراب أكثر من أماكن الاستهداف بسبب رصد قوات النظام لبعض الطرقات في هذه المنطقة. نشب عن هذا القصف بعض من الحرائق في منطقة حلوز، أيضا امتد قصف قوات النظام ليصل إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدف بعدة قذائف مدفعية وصاروخية قريتي البارة والفطيرة ومنطقة حرش بنين ومنطقة الرويحة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. جمعة الأحمد، حلب اليوم، ريف إدلب. طرح مشرعون أمريكيون مسودة قرار أمام الكونغرس الأمريكي لإضافة تعديلات على قانون قيصر من شأنها قطع الطريق أمام تنفيذ صفقة الغاز اللبنانية المصرية. بعد مرور 3 أشهر على توقيعها، لم تشهد اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا أي خطوات فعلية على أرض الواقع. وزير الطاقة اللبناني وليد فياض كشف في تصريحات سابقة أن قانون قيصر وشروط البنك الدولي وقفت عائقا أمام الصفقة، على الرغم من جاهزية الجانب المصري بعد تغير موقف البنك الدولي وزيادته في الشروط المطلوبة. واشنطن من جانبها أكدت أنها ستراجع العقود للتأكد بأنها تتماشى مع سياستها ولن ترفع العقوبات عن النظام دون إحراز تقدم حقيقي نحو الحل السياسي. هذا التصريح عاد اليوم إلى الواجهة بعد الحديث عن مسودة قرار طرحها مشرعون أمريكيون لإضافة تعديلات على قانون قيصر لتعريف ما سمي بمفهوم الصفقة الكبيرة. مدير برنامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر قال إن المقترح المقدم للكونغرس يغطي أي معاملة متعلقة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي معاملات متعلقة بالطاقة تقدم دعماً مادياً للنظام سواء من قبل أفراد أو شركات. المقترح ينتظر مصادقة مجلس النواب والشيوخ ليصبح نافذاً، والذي بدوره سيقتل صفقة الطاقة اللبنانية بحسب التغريدة الواردة على حساب ليستر. فهل يبصر هذا المقترح النور وينهي المخاوف الأخيرة من كسر مشروع الغاز المصري قانون قيصر وفتح الباب أمام عودة النظام إلى التعاون الاقتصادي مع الدول العربية؟ سلسلة من اللقاءات والاجتماعات يخطط لها مجلس القبائل والعشائر السورية في مختلف المناطق المحررة بهدف زيادة التنسيق والتعاون بين القبائل، كان أولها في مدينة جرابلس شرقية حلب بعد تشكيل مجلس إدارة جديد. المزيد في التقرير التالي. بعد تشكيل مجلس إدارة جديد، مجلس القبائل والعشائر السورية الفاعل في الشمال السوري المحرر يطلق سلسلة من الاجتماعات في مناطق مختلفة، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بين القبائل والفعاليات المدنية والعسكرية.
الدور اللي أخذه المجلس، المجلس أساسا ولد في رحم الثورة السورية، فالدور هو دور ثوري بامتياز بما يخدم أهداف ومبادئ ثورتنا اللي انطلقت عام 2011 بشهر آذار. فيما يخص موضوع أعمال المجلس بشكل عام، يرعى الجانب الاجتماعي بشكل كبير، فض النزاعات الخلافات في حال حدوثها، إضافة تحقيق موضوع السلم الأهلي بين المكونات، موضوع المصالحة بين المكون أفراد المكون الواحد، إن كان على المستوى المدني أو المستوى العسكري أو مدني عسكري أحيانا قد تكون الأمور. إذا ما قدمنا العود للمعلمين. أهداف عديدة من هذا الاجتماع كان في مقدمتها التركيز على دعم الجيش الوطني وحثه على إطلاق عملية عسكرية لتحرير المدن السورية، كما أكدوا على دعم قطاع التعليم والوقوف إلى جانب المعلمين في مطالبهم التي وصفوها بالمحقة. طبعا دور المكتب في جرابلس هو دور اجتماعي لحل كثير من الخلافات، التدخل السريع لحل قضايا عالقة سابقا وحل قضايا ممكن تصير في أي لحظة خصوصا بالظروف الحالية اللي نعيشها. طبعا نحتاج أيضا إلى تنسيق كبير بين جميع المؤسسات وعلى رأسهم الجيش الوطني والمؤسسات الرسمية مثل المجلس المحلي لإصدار قوانين وتشريعات تضبط الوضع العام وخصوصا الأمني وتفعيل الحالة الخدمية والاجتماعية في المدينة. المجلس يضم 56 قبيلة من عموم سكان مناطق الشمال السوري المحرر، مع توزع مكاتبه في أكثر من 5 مناطق كالمدن الرئيسية، تبدأ في بلدة سجو وصولا إلى مدينة جرابلس، واعدين بإنشاء مكاتب أخرى بهدف تعزيز السلم الأهلي في بقية المناطق. بدر كجر، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تجفيف التين في جبل الزاوية، مهنة وصناعة محلية بريف إدلب تلقى رواجا خارج سوريا. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. اقتحمت قوات الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة الباب شرق حلب خيمة اعتصام المعلمين وأجبرتهم على فك الاعتصام بالقوة، وذلك بعد أيام من الاحتجاج والمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ورفع الرواتب المزيد مع مراسلنا محمد السباعي. نحن الآن في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث شهدت المدينة اليوم صباحا فضا لاعتصام المعلمين الذي أقيم يوم الأمس مقابل مديرية التربية والتعليم وسط المدينة، وذلك احتجاجا على قلة الرواتب الشهرية وسوء العملية التعليمية في المنطقة. اليوم صباحا قامت قوات الشرطة والأمن الوطني العام بإزالة خيمة الاعتصام وفضه، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المعلمين. تواصلنا مع قوات الشرطة والأمن الوطني العام للتعليق على الأحداث الأخيرة، ولكن قوبل طلبنا بالرفض، وذلك توجهنا إلى نقابة المعلمين في المدينة للتعليق على الأحداث الأخيرة، فكونوا معنا. طبعا كنا متواجدين بالخيمة الساعة 7 الصبح، اجونا عناصر الشرطة قال بدنا نفك الخيمة بأمر من التركي، فنحن قلنا لهم هذا امر سلمي، قال لا بدنا نفك الخيمة، اجوا عناصر ملتمين حاوطوا الخيمة وصاروا يفكوها طبعا غصب عننا، وهذا الامر مو بإرادتنا، فكوا الخيمة وصاروا كل شيء حدا يصور فيديو او يصور صور ياخذوا منه التليفون يمسحوا منه كل شيء عم يصوره، قال ممنوع التصوير ولا بأي شكل. اسلوب فك الخيمة بشكل عدواني، طبعا طريقة غير حضارية لفك الاعتصام وفك الخيمة، وإن شاء الله نحن ما رح نتراجع عن هذا الأمر، رح نرجع ننصب الخيمة إن شاء الله تعالى مرة تانية، ونحن ما طالبنا بشيء غير بحقوق المعلم. يعني إحنا مطالبنا سلمية ونتم استمرارية بمطالبنا السلمية، إحنا مطلبنا مطلب حق يعني، ومطلب لكل المعلمين نتم مستمرين في صوتنا صوت حق إن شاء الله تعالى، ونتم إلى الأمام إن شاء الله تعالى بدون كلل أو ملل إن شاء الله تعالى.
هذا وتعرض مراسل حلب اليوم محمد السباعي وإعلاميون آخرون خلال تغطيتهم للأحداث في مدينة الباب إلى تهجم لفظي وتهديد بالضرب وتكسير المعدات من قبل عنصر من أحد الفصائل. وللحديث أكثر ينضم إلينا كل من محمد السباعي مراسل حلب اليوم من مدينة الباب وأيضا محمد الدبك عضو اللجنة التأسيسية لنقابة المعلمين أيضا من مدينة الباب. بداية أبدأ معك مراسلنا محمد السباعي، لو تضعنا في تفاصيل ما حدث اليوم من اعتداءات أثناء تغطيتكم لفض الاعتصام. أطيب التحيات لك أحمد، وتحية لضيفك الكريم، وتحية لجميع المشاهدين الكرام. طبعا ما حدث اليوم أثناء تغطيتنا للاحتجاج الحاصل أمام مديرية التربية والتعليم للمعلمين الذين طبعا اعتصموا مقابل مديرية التربية والتعليم للمطالبة بحقوقهم من خلال رفع الرواتب الشهرية وأيضا تحسين العملية التعليمية. أتى أحد الأشخاص الذي يتبع إلى فصائل من الجيش الوطني وقام بالتهجم اللفظي على الإعلاميين المتواجدين في هذا المكان، وأيضا قام بالتهديد المباشر للإعلاميين وعدد أيضا من الزملاء الذين كانوا متواجدين في المكان بأنه عندما يرى أي شخص إعلامي يحمل كاميرته أنه سوف يقوم بتكسير هذه الكاميرا وضرب هذا الصحفي أو الإعلامي المتواجد في مكان الحدث في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. طبعا كل هذا حصل كان على مسمع ومرأة أيضا قوات الشرطة والأمن الوطني العام الذين كانوا متواجدين أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. حاول المعلمين إبعادنا من المكان، وأيضا حاول أشخاص آخرون أيضا سحب هذا الشخص وإبعاده عنا. طيب بعد التهجم اللفظي محمد، دعني أنتقل يعني في هذه النقطة تحديدا إلى السيد محمد الدبك، يعني هل تم الاعتداء على المعتصمين من المعلمين أيضا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع مراسلي صوت الحق والحقيقة. لم يتم الاعتداء بشكل مباشر على المعلمين، كانت هناك طريقة نوعا ما لبقة في بداية الأمر عندما أتوا إلى الخيمة وطالبونا بأن ننهي الاعتصام ونفك الخيمة. رفضنا وقالوا أن أنتم إخوتنا وهمنا واحد وأبناء بلد واحدة ومن هذه العبارات الرنانة، قلنا لهم إذن فلتكونوا معنا أو فلتتركونا شأننا. سرعان ما ابتدوا اللثام وقاموا بإنهاء الاعتصام بالقوة دون الاستجابة لكلامنا أو الانتظار أو حتى منعنا من التصوير، فقاموا بفض الاعتصام وفك الخيمة ومصادرة الخيمة لبعض الوقت ثم أعادوها. كان الاعتداء يعني بالطريقة وليس بالكلام اللفظي، وإنها بالطريقة المهينة كوننا معتصمون سلميون تعرضنا لهذه المضايقة. حقيقة لم أشعر بهذه المشاعر منذ عام 2011، منذ عام 2011 لاعتصاماتنا ضد الطاغية ضد النظام ضد البعث، لم أشعر بهذه الطريقة التي حاولوا إنهاء اعتصامنا بها كونها مؤثرة ويعني ضربة قد تكون قاسمة للنافذين أو للأشخاص السلطة. لم يحتملوا الخيمة السلمية. نعم. طيب محمد السباعي، من الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء ولماذا لم تتدخل الشرطة لمنع ما حدث؟ طبعا حتى الآن لم نستطع الكشف عن إلى أي فصيل عسكري يتبع هذا الشخص. طبعا فيما أيضا كان هنالك أيضا محاولات من قبل عناصر الشرطة بإبعاده عنا فقط وليس بطبعا اعتقاله أو طبعا الكلام بأن يبتعد من هنا. كان الكلام عبارة عن تطهير خاطر لهذا الشخص بأن تقدم إلى هنا دعهم وشأنهم طبعا من هذا الكلام، وهذا حقيقة أثر بشكل كبير جدا على بقية الزملاء الإعلاميين أيضا المتواجدين في هذا المكان.
لأن من المفترض طبعا أن قوات الشرطة تحمي المتظاهرين بداية، وأيضا الكوادر الإعلامية التي تقوم ب طبعا تغطية هذه الاحتجاجات. نحن لم يكن طبعا لنا أي علاقة بأي احتجاج يحدث في المدينة، ولكن نحن في كل احتجاج دائما ما نكون طبعا الحلقة الأضعف. ربما بعض الأشخاص يعتبروننا جزء من هذا الاحتجاج، ولكن نحن نقوم بتغطية هذا الاحتجاج وأي من أعمال القصف وغيرها التي تشهدها المدينة. أيضا يوم احتجاج المعلمين قبل شهرين أيضا حدثت حادثة مشابهة لهذا الأمر، وتم الاعتداء على الكوادر الإعلامية في مشفى مدينة الباب. طيب سيد محمد الدبك، يعني هل تلقيتم بعد ما جرى اليوم ربما اتصالا من مديرية التربية أو من ربما الشرطة العسكرية بعد ما جرى؟ وأيضا ما هي الخطوة القادمة بالنسبة لكم بعد إزالة خيمة الاعتصام؟ مع الأسف يعني مجرد المطالب المحقة لم نتلقى أي استجابة، فكيف بهذا التصرف لأن نتلقى مثلا تعاون أو نتلقى بعض التطمينات والتهدئة؟ لم يحصل أي من ذلك مع الأسف. بعد أن فضل الاعتصام بالقوة كان عددنا قليل جدا وكانوا قوة أكبر منا، اجتمعنا في مقر النقابة واجتمع جميع المعلمين، ثم خرجنا بمظاهرة سلمية في مدينة الباب جوالة على الدراجات النارية، احتججنا، رفعنا شعارات المعلم لا يذل، ثم ذهبنا إلى مركز الشرطة وتظاهرنا أمامه وإلى المجلس المحلي وتظاهرنا أمامه، ثم عدنا إلى مقر مركز تربية الباب، تظاهرنا هناك، وكانت في نيتنا أن نعتصم كما قرر النقابة، ولكن طالبوا منا أن نقوم بالتهدئة، نعم، وأن لا نعيد الاعتصام مرة أخرى، على أمل وعود بأن نلتقي مع والي الباب الوالي التركي لمناقشة المطالب وتنفيذها في أسرع وقت كما قالوا. طبعا السيد محمد الدبك أشكرك جزيل الشكر وأعتذر منك، لكن لضيق الوقت السيد محمد الدبك عضو اللجنة التأسيسية لنقابة المعلمين كنت معنا من مدينة الباب، وأيضا محمد السباعي مراسلنا في مدينة الباب أشكركما جزيل الشكر. ونتابع في نشرتنا مشاهدين الكرام، تقدم 31 عاملا من فئات عدة ضمن قطاع الصحة التابع للنظام في محافظة اللاذقية بطلبات استقالة من العمل خلال الفترة الحالية بسبب تدني الدخل مقارنة بالمصروف، وخاصة فيما يتعلق بأجور النقل والمواصلات، وذلك بحسب صحيفة الوطن الموالية. وحذر أحد الممرضين في حديثه إلى الصحيفة من ظاهرة هجرة وسفر العاملين بمهنة التمريض نحو العراق وليبيا واليمن بحثا عن أجور أعلى تناسب عملهم المجهد وخبرتهم، مشيرا إلى أنه في حال لم يتم تحسين الواقع المهني للممرض سيكون خيار الاستقالة أو ترك العمل والهجرة هو الحل الوحيد لمواجهة ظروف الحياة المعيشية القاهرة. مهنة تجفيف التين في جبل الزاوية بريف إدلب تكتسب أهمية كبيرة كمهنة وصناعة في السوق المحلية والتصدير لخارج سوريا. المزيد في التقرير التالي. موسم تجفيف التين لا يقل أهمية عن موسم القطاف. أبو يوسف من قرية كان صفرة في جبل الزاوية يفرش سطح بيته بالتين من أجل التجفيف. يقوم بتقليب حبات التين يومياً لتصبح مهيئة للتعليب. أول شيء منجيبه من الأرض وبنرجع بعد ما نجيبه بنسطحه بهذا الشكل نصبر عليه يومين أو ثلاثة بنرجع منقلبه على تاني جهة، يعني بعد ما نقلبه نصبر كمان يومين بنرجع بننقي منه اليابساني اللي بتكون يابسة، يعني ما بقى فيها مثلا شيء من المي، بنصبر عليه يومين أكثر بندخله على المستودع. بعد أن تصبح حبات التين مجففة يبيعها للتجار المحليين أصحاب المشاغل الكبيرة التي تحتوي على آليات من أجل تعليبها وتعقيمها وغسلها،
لأن حبات التين بحاجة إلى عناية ومجهود حتى لا يصيبها ضرر. منجيب التين نفرجه فرج كامل، البضعة الضعيفة، الأروي، الممتازة، يعني على 5 أصناف نفرجه. نرجع نقوم بعملية تصويل وغسيل وتنظيف وتعقيم لا ب7 مراحل لنتأكد بالتين خالي من الحشرة، من البيضة، من النظافة، أوكسترا تطلع، عرفت شلون؟ بعدا منها نقوم بعملية تغليف. جودة التين العالية ساهمت في حصوله على مراتب عالمية من خلال مشاركة التجار بعينات تم عرضها في عدة معارض دولية مثل معرض اسطنبول والإمارات، لتتصدر تلك العينات المرتبة الأولى عالميا بحسب أحد التجار. يحتل تين أدلب مرتبة عالية في الأسواق العالمية على الرغم من تردي الواقع الاقتصادي وفقدان مساحات واسعة من الأراضي بسبب سيطرة قوات النظام عليها. عمر عاصف، جبل الزاوية، حلب اليوم. نهاية نشرة أخبار المساء مشاهدينا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.